الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه المستكملين الشرف وبعد. فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع درس جديد من دروس اللغة العربية، ألا وهو درس الإعراب والبناء. في هذا الدرس لابد أن نعرف ما الإعراب وما أنواعه، وما البناء وما أنواعه، والأسماء المعربة، وكذلك الأفعال المعربة، والأسماء المبنية، وكذلك الأفعال المبنية. الإعراب في اصطلاح النحويين هو تغيير أحوال أواخر الكلمة تبعا لتغير العوامل الداخلة عليها. الإعراب هو تغيير أحوال أواخر الكلمات تبعا لاختلاف العوامل الداخلة عليها. ما معنى هذا الكلام؟ يعني عندما أقول مثلا جاء محمد، كلمة محمد أين آخرها؟ حرف الدال. حرف الدال هذا حاله، وهو الحركة الإعرابية التي على هذا الحرف وهي الضمة، تختلف حسبا للعامل الذي يدخل على هذه الكلمة. فكلمة جاء فعل ماضي تحتاج إلى فاعل، والفاعل يكون مرفوعا، فلذلك كانت كلمة محمد مضمومة. عندما أقول رأيت محمدا، رأيت فعل وفاعل فتحتاج إلى مفعول، لذلك أتت كلمة محمد منصوبة لأنها مفعول به. نظرت إلى محمد، جاءت كلمة محمد مجرورة وذلك لدخول حرف الجر عليها. إذن الاسم المعرب هو الذي يتغير حال آخره وليس آخره. الحرف الأخير كما هو أحبابنا الكرام لا يتغير، وإنما حالته هي التي تتغير، حركته هي التي تتغير من رفع إلى نصب إلى جر. واضح؟ طيب، يبقى إذن الاسم المعرب هو الاسم الذي يتغير حال آخره، يعني حركة آخره تبعا لاختلاف العوامل الداخلة على هذه الكلمة. أنواع الإعراب، أنواع الإعراب أحبابنا الكرام أربعة أنواع. إذا ما رسمنا هذا الجدول، أنواع الإعراب، الرفع، النصب، الجر، الجزم، الاسم، الفعل. تمام؟ طبعا الإعراب يدخل الأسماء والفعل المضارع غير المتصل بنون النسوة أو نون التوكيد، لأن الفعل المضارع المتصل بنون النسوة أو نون التوكيد يكون مبنيا وليس معربا. طيب، هذه أنواع الإعراب: الرفع، النصب، الجر، الجزم. طيب، هل الرفع يدخل الاسم والفعل معا؟ نعم، يدخل الاسم ويدخل الفعل. فنقول مثلا محمد يذاكر دروسه. محمد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، يذاكر فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة. إذن الرفع دخل الاسم ودخل الفعل المضارع. طيب، النصب يدخل الاسم والفعل؟ يدخل الاسم والفعل أيضا. إن محمدا لن يهمل في دروسه.
محمدا اسم إن منصوب علامة متناصبه الفتحة، يهمل فعل مضارع منصوب بلن وعلامة متناصبه الفتحة. يبقى إذن النصب دخل الاسم ودخل الفعل. الجر مختص بالأسماء فقط ولا يدخل الأفعال. الجزم مختص بالأفعال فقط ولا يدخل الأسماء. فهذه أنواع الإعراب، تمام؟ طيب، وقلنا إن الإعراب لا يدخل إلا الأسماء والفعل المضارع غير المتصل بنون النسوة أو نون التوكيد. بعد ذلك نأتي إلى تعريف البناء. ما البناء أحبابنا الكرام؟ البناء هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة، لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير اعتلال. أدي تعريف البناء هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير اعتلال. ما معنى هذا الكلام؟ عندما أقول جاء هؤلاء الطلاب، رأيت هؤلاء الطلاب، مررت بهؤلاء الطلاب، لزوم آخر الكلمة حالة واحدة مهما تغيرت العوامل الداخلة عليها. احنا كنا في الإعراب هو آخر تغيير أحوال أواخر الكلمة تبعا لاختلاف العوامل الداخلة عليه. البناء آخره لا يتغير، حاله لا يتغير، كالشيء المبني. الشيء المبني ده شيء ثابت لا يتغير، فكذلك الاسم المبني حاله لا يتغير. فكلمة هؤلاء وقعت فاعلا هي أيضا مبنية على الكسر، جاء فعل ماض وهؤلاء فاعل مبني على الكسر في محل رفع. وقعت مفعولا أيضا هي مبنية على الكسر. وقعت مجرورة بالباء هي أيضا مبنية على الكسر. هل تغير حال آخرها؟ لم يتغير، مع أن العوامل الداخلة عليها قد تغيرت، جاء رأيت مررت. فإذا هذا اسم مبني، فالاسم المبني لا يتغير حاله مهما تغيرت العوامل الداخلة عليه. فإذا ما وجدته في جملة من الجمل العربية ستجده مبنيا على حركة معينة لا يفارقها. فمثلا كلمة من اسم موصول، وكم اسم الاستفهام. ستجد كلمة من في اللغة العربية كلها مبنية على السكون لا تتغير، وكلمة كم نفس القصة، ومنذ وحيث ونحن، كل هذه الكلمات ستجدها في اللغة العربية كلها مبنية على الضم، الضم لا يفارقها تماما، تمام؟ كذلك أمس، كلمة أمس، كلمة الآن، كلمة أمس تجدها أيضا مبنية على الكسر في جميع اللغة العربية، حيثما وجدتها في اللغة العربية ستجدها مبنية على الكسر. فإذا البناء هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير اعتلال. ما معنى لغير اعتلال؟ قد تكون الكلمة آخرها حرف علة لكنها ليست مبنية، مثل كلمة الفتى. كلمة الفتى معربة، بدليل أنك تقول في المثنى جاء فتيان فترفع بالألف.
يبقى كلمة لغير اعتلال يخرج الكلمة التي آخرها حرف علة. فالذي منع من ظهور الحركة هنا حرف العلة لا يتحمل الحركة. يبقى إذن الكلمات التي آخرها حرف علة تمام، مثل كلمة الفتى وهدى مع أن آخرها يلزم حالة واحدة لكنها ليست مبنية. يعني كلمة الفتى ستجدها في كل اللغة العربية على هذا الشكل، الفتى لا يتغير آخرها. هل نقول إنها مبنية؟ لا، وإنما هي معربة. لكن الذي منع من ظهور الحركة الإعرابية هنا هو أن آخر حرف في الكلمة حرف علة لا يتحمل الحركة. يبقى إذن البناء هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة. جاء هؤلاء الطلاب، رأيت هؤلاء الطلاب، مررت بهؤلاء الطلاب، واضح؟ طيب أنواع البناء، كما تعرفنا على أنواع الإعراب لابد أن نعرف أنواع البناء. أنواع البناء، هناك بناء على الفتح، وهناك بناء على السكون، هناك بناء على الضم، وهناك بناء على الكسر. البناء على الفتح يا حضرات البناء على الفتح يدخل الاسم ويدخل الفعل ويدخل الحرف. طيب الاسم مثلا عندما أقول كيف، ده اسم استفهام، والفعل قال مبني على الفتح، والحرف واو العطف، هذا الحرف مبني على الفتح. طيب البناء على السكون هل يدخل الاسم والفعل والحرف؟ نعم، يدخل الاسم والفعل والحرف. عندما أقول كم، هذا اسم استفهام مبني على السكون. عندما أقول قل، هذا فعل أمر مبني على السكون، تمام؟ كذلك لم، هذا حرف جزم مبني على السكون. يبقى إذن البناء على السكون يدخل الاسم والفعل والحرف. طيب نأتي إلى البناء على الضم، هل يدخل الكلمات الثلاثة الاسم والفعل والحرف؟ لا، يدخل الاسم والحرف فقط ولا يدخل الفعل. عندما أقول نحن، هذا ضمير مبني. عندما أقول مثلا منذ، هذا حرف جر. طيب قد يقول قائل يا دكتور إن الذين آمنوا، كلمة آمنوا مبنية على الضم. أقول هذه ضمة عارضة من أجل واو الجماعة فقط، لكن البناء على الضم لا يدخل الأفعال. طيب البناء على الكسر يدخل أيضا الاسم والحرف فقط ولا يدخل الفعل. يعني مثلا أمس اسم مبني على الكسر، لام الجر حرف مبني على الكسر. طيب عندما أقول اضرب الرجل، اضرب الرجل، أليس الفعل هنا يا دكتور مكسورا؟ أقول هذه الحركة ليست حركة بناء
وإنما هي حركة عارضة للتخلص من التقاء الساكنين. فاضرب الباء آخرها ساكن، وكلمة الرجل أولها ساكن، تمام؟ التقى ساكنان لابد من التخلص منهما بتحريك الأول بالكسر. فهذه الكسرة ليست كسرة بناء، وإنما هي كسرة تخلص من التقاء الساكنين. يبقى إذن عرفنا الإعراب وعرفنا أنواعه، ثم عرفنا البناء وعرفنا أنواعه، بقي لنا أن نعرف المعرب من الأسماء والمبني، وكذلك المعرب من الأفعال والمبني في هذه اللحظات القادمة. أحبابنا الكرام، لابد أن نعلم أن الأصل في الأسماء الإعراب، الأصل في الأسماء الإعراب. إذن 80% من الأسماء معربة، وعشرون في المئة فقط مبنية. يبقى إذن واجب علينا أن نحفظ المبني، وما سواه فهو معرب. يبقى إذن قاعدة مضطردة ثابتة، وهي كل الأسماء معربة. يعني إيه معربة؟ يعني يتغير حال آخرها كما قلنا، من رفع إلى نصب إلى جر، ما عدا أسماء قليلة، وهي واحد الضمائر، أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة، أسماء الاستفهام، أسماء الشرط، أسماء الأفعال زي آمين وشتان وأف، تمام؟ بعض الظروف مثل إذ وحيث والآن، الأعداد المركبة من 11 إلى 19. هذه الأعداد أحبابنا الكرام مبنية على فتح الجزئين من 11 إلى 19، ما عدا 12 واثنتي عشر، فيعربان إعراب المثنى. طيب، رقم 9، الأسماء المختومة بويه، يعني سيبويه، عمرويه، نفطويه. آخر حاجة أسماء الإناث التي على وزن فعال مثل حزام ورقاش، تمام؟ يبقى إذن الأسماء المبنية في اللغة العربية هذه، وما سواها فهو معرب. الضمائر أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وإياك وإياكما وإياكم وإياكن إلى آخر الضمائر. أسماء الإشارة هذا وهذه، الأسماء الموصولة الذي والتي والذين، ما عدا طبعا المثنى، اللذان واللتان يعربان إعراب المثنى، وكذلك هذان وهاتان في أسماء الإشارة يعربان إعراب المثنى. أسماء الاستفهام مثل كم وما ومتى وأن، كذلك أسماء الشرط، كذلك أسماء الأفعال، بعض الظروف إذ وحيث والآن. يبقى إذن جميع الأسماء معربة ما عدا أسماء قليلة تعد وتحصى، وقد بيناها لحضراتكم فاحفظوها، وما سوى ذلك فهو معرب. طيب، المبني من الأفعال، قبل أن ندخل على المعرب والمبني من الأفعال، خذوها قاعدة ثانية مضطردة أيضا، ها؟ كل الحروف مبنية لا محل لها من الإعراب.
أي حرف في اللغة العربية سواء كان حروف الجر، حروف العطف، حروف النصب، حروف الناسخة إن وأن وكأن ولكن، حروف الجزم، حرف الاستفهام، كل أي حرف في اللغة العربية. وبالمناسبة الحروف في اللغة العربية يعني تقارب 80 حرفا، كلها مبنية لا محل لها من الإعراب، وتبنى على حركة آخرها. يعني مثلا من مبنية على السكون، إلى أيضا مبنية على السكون، لام الجر مبنية على الكسر، واو العطف مبنية على الفتح، وهكذا. يبقى إذن كل الحروف مبنية لا محل لها من الإعراب. طيب، بعد ذلك ندخل على المعرب والمبني في الأفعال. المعرب والمبني في الأفعال، ملخص أحكام الأفعال أحبابنا الكرام، ملخص أحكام الفعل من حيث البناء والإعراب. الفعل الماضي الأمر، المضارع. الفعل الماضي دائما مبني، دائما مبني. فعل الأمر أيضا دائما مبني. طب المضارع، المضارع معرب، منه معرب ومنه ما هو مبني. المضارع المعرب هو الذي لم يتصل بنون النسوة ولا نون التوكيد، يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما. أقول يذاكر محمد دروسه، يذاكر فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب، لن يذاكر محمد دروسه، يذاكر فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة. لم يذاكر محمد دروسه، يذاكر فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. يبقى إذن الفعل المضارع متى يعرب؟ إذا لم يتصل بنون النسوة ولا نون التوكيد. طيب، يبنى متى؟ إذا اتصل بنون النسوة أو نون التوكيد. طب نون النسوة إذا اتصل بها يبنى على أي شيء؟ يبنى على السكون، والوالدات يرضعن، يرضعن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. طيب، يبنى على أي شيء إذا اتصل بنون التوكيد؟ يبنى على الفتح، وتالله لأكيدن أصنامكم، فأكيدن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. هذا بالنسبة للفعل المضارع. طيب، الفعل الماضي مبني دائما. طيب، على أي شيء يبنى؟ له ثلاثة أحوال: يبنى على الفتح، ويبنى على الضم، ويبنى على السكون. الأصل في الفعل الماضي أحبابنا الكرام أن يبنى على الفتح، تمام؟ هذا هو الأصل. طيب، متى يبنى على الضم؟ يعني كتب، كتب، خلاص، كتبت. إذا لم يتصل به شيء يبنى على الفتح، إذا اتصل به ألف الاثنين يبنى على الفتح، إذا اتصل به تاء التأنيس الساكنة يبنى على الفتح. طيب، متى يبنى على الضم؟ إذا اتصل به واو الجماعة. طيب، متى يبنى على السكون؟ إذا اتصل به تاء الفاعل أو ناء الدالة على الفاعلين أو نون النسوة. كتبت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، كتبنا
فعل ماضي مبني على سكون اتصاله بناء الدالة على الفاعلين. كتبنا النساء أو الفتيات كتبنا الدرس. فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. يبقى إذن الفعل الماضي له ثلاثة أحوال في البناء: يبنى على الفتح ويبنى على الضم ويبنى على السكون. يبنى على الفتح إذا لم يتصل به شيء أو اتصل به ألف الاثنين أو اتصل به تاء التأنيث الساكنة، ويبنى على الضم إذا اتصل به واو الجماعة، ويبنى على السكون إذا اتصل به تاء الفاعل أو ناء الدال على الفاعلين أو نون النسوة. فعل الأمر هو آخر الكلام في الأفعال، تمام؟ إما أن يكون مبنيا على الفتح أو السكون أو حذف حرف العلة أو حذف النون. فعل الأمر أحبابنا الكرام يبنى على الفتح إذا اتصل به نون التوكيد، ذاكرنا الدرس، ذاكرنا الدرس. فذاكر فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. طيب متى يبنى على السكون؟ إذا لم يتصل به شيء ذاكر، أو اتصل به نون النسوة: يا فتيات ذاكرنا الدرس. طيب متى يبنى على حذف حرف العلة؟ إذا كان آخره حرف علة، يعني مثلا دعا يدعو أدعو إلى سبيل ربك، دعا يدعو الأمر أدعو إلى سبيل ربك. أدعو فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الواء، والضمة دليل على الواو الإيه؟ المحذوفة. طيب اقض بالحق فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الياء، لأنه من قضى يقضي. سعى يسعى اسعى في الخير فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الألف، والفتحة دليل عليها، تمام؟ طيب متى يبنى بقى أيضا على حذف النون فعل الأمر؟ متى يبنى على حذف النون؟ إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. يا محمدان ذاكرا الدرس، يا محمدون ذاكروا الدرس، يا فاطمة ذاكري الدرس. يبقى إذن فعل الأمر يبنى على حذف النون إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. ملخص درسنا أحبابنا الكرام، تكلمنا في هذا الدرس عن تعريف الإعراب وأنواعه، وتعريف البناء وأنواعه، وأيضا تحدثنا عن المعرب والمبني من الأسماء والأفعال، وقلنا أن هناك قواعد مضطردة لا تتخلف، وهي أن جميع الحروف كلها مبنية لا محل لها من الإعراب، جميع الأسماء معربة ما عدا أسماء قليلة تحفظ كما شرحناها لحضراتكم. بالنسبة للأفعال قلنا فعل الأمر والفعل الماضي مبنيان دائما، أما الفعل المضارع الأصل فيه الإعراب، وذلك إذا لم يتصل بنون النسوة أو نون التوكيد، لكن إذا اتصل بنون النسوة أو نون التوكيد فإنه يبنى مع نون النسوة على السكون ويبنى مع نون التوكيد على الفتح. بهذا نصل إلى ختام درسنا اليوم أحبابنا الكرام، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.